أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. إحنا اليوم في لقاء ثاني مع الأخ علي البصري، صاحب مطعم وليد الكعبة في مدينة حمد. نواصل قصة نجاحه وقصة تغلبه على جميع التحديات. وإن كان عنده مشكلة في البصر، ولكن ما عنده مشكلة في البصيرة، وبالعكس انطلق وحقق نجاح باهر، وعنده طموحات كثيرة يريد أن يحققها. كونوا معنا في هالحلقة المميزة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. إحنا في لقائنا الثاني مع أبو حسين السيد علي البصري في مطعمه وليد الكعبة في مدينة حمد. حسين، شكرا على الاستضافه للمره الثانيه. الله يخليكم عبد الله، واحنا نتشرف بيش بعد مره ثانيه في المطعم ان شاء الله. على طول نشوف ايش عندنا ان شاء الله. امين يا رب. ابو حسين، تقدر تقول لي الله يسلمك مواصل، انت استفدت، قلت لي في الحلقه السابقه استفدت من تمكين من بنك البحرين للتنميه، ونبي نواصل مشوار نجاحك، وشنو بعد تخطط له في المستقبل في الوضع الحالي وفي المستقبل؟ طبعا السجل هذا سجل مال المطعم، كنت اشتغل في الحكومه فما اقدر افتح سجل. اي نعم. ففتحت وي زوجتي، طبعاً هي مؤسسة فردية. أي نعم. أنا الحين وصلني خبر إن تمكين تدعم رائدات الأعمال. أي نعم. من خلال محفظة ريادات. بالضبط. أي نعم. أي نعم. وإن شاء الله إحنا معزمين نقدم عليها، وإن شاء الله الله يسهل علينا بحيث إن إحنا نطور ننقل العمل نقلة نوعين. أي أنت تتكلم عن محفظة ريادات اللي هي كانت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وهي يعني نوع من الدعم لسيدات الأعمال البحرينيات أو كل من عنده سجل. بحرينية عندها سجل، سواء كانت تملك 100% أو على الأقل 50%. هذه الله يسلمك المحفظة راح توفر لك 30,000 دينار بدون أرباح، بعد هذه تمويل إسلامي وفترة سماح 6 أشهر. وبعدين إذا بغيت تأخذ من 31,000 إلى 100,000 بيكون في أرباح، ولكن مع بنك البحرين للتنمية التمكين بتتحمل نص الأرباح مثل ما أنت تعاملت من قبل مع بنك البحرين للتنمية. فهذه طبعا فرصة ممتازة انك تستفيد وتوسع عملك، وتحية حق ام حسين لان دورها هني بيكون وايد مهم في انه يتطور عملك ان شاء الله. هي ام حسين دورها مو بس هذا. نعم. في كل شيء في حياتي صراحة اكيد وراك العظيم. وقفت وياي وقفة صبرت علي صبر. اي نعم. الله يعطيها الصحة والعافية ان شاء الله. امين يا رب، وخليكم حق بعض، ويخليكم عيالكم، ويخليكم حسين ومريم الله يحفظهم. الله يطول عمرك تبلغ فيهم ان شاء الله معاريس ان شاء الله. الله يسلمك. زين، فالحين انت بتستفيد من الريادات، شنو خططك المستقبلية اليوم ما دام انت بتأمن التمويل؟ شنو خططك حق تطوير العمل؟ انا ام عبد الله حاط في بالي انه لازم ان شاء الله خلنا نقول 20-30 إن شاء الله يكون عندي مطعم كبير. هاي ويا رؤية البحرين. اي نعم. لا ترى رؤية العالم كله. اي نعم. اي نعم. زين، إن شاء الله أنا يعني حاط في بالي إن يكون عندي مطعم كبير. اي نعم. وفي مكان يدشون العوائل يستأنسون. اي نعم. ويقولون رحم الله والديك يا أبو حسين جمعتنا في مطعم. إن شاء الله، وإن شاء الله يكون لنا لقاء في مطعمك الجديد بإذن الله. إن شاء الله، الله كريم. زين أبو حسين، أنا بسألك، إحنا الحين كل القطاعات في البحرين عندهم تجمعات، خلينا نقول المهندسين عندهم جمعية، الأطباء عندهم جمعية، الغرفة عندهم كغرفة بيت التجار، حتى جمعية سيدات الأعمال عندنا جمعية، لكن ليش أنا ما أشوف كيان لأصحاب المطاعم واللي يشتغلون في مجال التموين الغذائي في البحرين، البحرينيين، ليش ما عندهم كيان يتكلم باسمهم؟ خصوصاً أن أنتم ممكن تسوون شراء موحد، ممكن تستوردون مع بعض وتقللون الكلفة على نفسكم، وطبعاً توفرون الأكل بطريقة مناسبة حق الناس حتى الأسعار تكون في متناول الجميع. هل في أي تفكير، هل ورد لك أنه قبل صار نوع من هالتحرك أو التعاون بين أصحاب الأعمال البحرينيين في مجال الأغذية أو التموين؟ الله يخليك يا عبد الله، إحنا بالنسبة إلينا هاي الفكرة راودتني من فترة طويلة. أقول إحنا ليش ما يعني إحنا كأصحاب مطاعم بزنس واحد، شغلنا واحد. أنا ما يعني ما كنت أفكر مثلاً بمال الأغذية، ما كنت أفكر بس أنا أقول إحنا البحرينيين، نتكلم على البحرينيين وكلامي واضح، ليش ما نتجمع كلنا نحط يعني نحط اقتراحاتنا متطلباتنا إلى الحكومة مثلاً. إحنا ليش يعني ممكن مثلاً نطالب بدعم الغاز مثلاً إذا إحنا إذا هاي يكلفكم الصيادين مثلاً يحصلون دعم للديزل، حق الديزل ليش إحنا ما نحصل دعم للغاز؟ صحيح، لأن إحنا نستهلك واجد منه. أي نعم. مثلاً ليش نخلي التجار يلعبون فينا؟ نعم. هذا يحط هالسعر وهذا يحط هالسعر. لا نعم. إحنا نتفق بعض، نقعد ويا بعض نشوف الأشياء اللي تهمنا بعض مع بعض. مصلحة العامة. المصلحة العامة. مصلحتكم ومصلحة البلد. وتكون مصلحة إلى. صحيح صحيح. وبعدين يعني
خصوصا الحين سمعنا عن ايش كثر في ممرضين قاموا يبون يتلاعبون في الصلاحيه، والحمد لله اجهزه الدوله قامت بدورها سواء وزاره الصناعه والتجاره وزاره الصحه ومسكوهم. فانت الله يسلمك من ناحيتك ايش كثر تستشعر المسؤوليه انك انت تقدم اكل للمواطنين، يعني هذه اثر على حياتهم وصحتهم مباشره، فش الاحترازات اللي انت تاخذها عشان تتاكد من انك انت تحمي صحه المواطنين؟ ام عبد الله، انا احنا بسياسه مطعمنا من اول ما فتحنا واحنا في الشارع لما وصلنا الى يعني خلينا نقول هالوقت، احنا نطالع في عده امور اساسيه، يعني خلينا نقول قصه مطعم وليد الكعبه. الاساسيه طبعا نلتفت لازم الى جوده الاكل اللي نعطيه الزبون. اي نعم. ونفس الماتيريال اللي نجيبه لازم يكون شيء سليم. سليم. اي نعم. ومو يعني خلينا نقول موافق للشريعه الاسلاميه. اي نعم. ما يعني نجيب الشيء اللي يكون خلينا نقول مضمون للاوادم، اللي يحبون الاوادم بحيث انه يكون مضمون، لانهم اوريدي بياخذون من عندنا. فانتم تراعون وجه الله في هالامور. نراعي وجه الله عز وجل. نعم. ونشوف الاشياء اللي يعني حتى لو مثلا خسرنا مثلا بعض الاشياء اب داون تكون اسعار، ما نروح الى الشيء الرخيص بس لانه رخيص. اي نعم. لا، احنا نروح للشيء اللي سعره مناسب بحيث انه يكون تخلي الجودة. إذا جاء الزبون سألني أقول أنا ما أخذ هالشكل وما أخذ هالشكل وما أخذ هالشكل. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الله إن شاء الله يعطيكم على قد نيتكم. الله يطول عمرك. شوية يمكن سر التوفيق اللي إحنا فيه. الحمد لله، الحمد لله. زين أبو حسين، هل أنتم تفكرون في استمرارية؟ هل تفكر مستقبلا؟ طبعا عيالك صغار الله يعطيك الصحة والعافية وتشوفهم كبار ويوقفون معاك. من الأهل بعد يساعدك؟ أنت يعني اللي فهمت إن عندكم حتى من خلال التواصل الاجتماعي ممكن واحد يطلب. عندكم انستغرام؟ بلى ام عبد الله، عندنا احنا ثلاث طرق للتوصيل. عندنا حق البيع العادي للمطعم. نعم. يعني قصري غدا وعشاء. اي نعم. وعن طريق التلفون او عن طريق مثلا الواتساب، وعندنا عن طريق الموقع الالكتروني اللي تونا مدشنينه هالمره. اي نعم. وبالنسبه للحفلات وحفلات زواج او حفلات يعني اي مناسبات اجتماعيه؟ بلى، عندنا بعد حق المناسبات سواء تعرف يعني المجتمع مالنا. اي نعم. اعراس في المواسم الدينيه، مواسم دينية. أي نعم. حفلات، أعياد ميلاد، طبعاً إحنا نسوي سبلاي إلى. وتسوون كل الأكلات الشعبية اللي عادة تقدم في هذه المناسبة. الأكلات الشعبية وغير الأكلات الشعبية، حتى أم عبد الله إحنا بعض الأحيان نسوي مثلاً نسوي جيمات في الموقع، مثلاً نسوي كباب. أي في نعم. الموقع طبعاً. يعني لما أحد يطلب يعني عندنا. يعني طبخ حي. نودي إيه الحي، الطبخ الحي. أنت شاركت في سوق المزارعين من قبل؟ بلا، شاركت موسمين. أي نعم. يعني الموسم هذا اللي إحنا فيه والموسم اللي طاف. أي نعم. والحمد لله كان عندي يعني إقبال مميز هناك. بس بغيت أسألك سؤال أخير عن الموظفين اللي عندك، كم عدد الموظفين حالياً؟ احنا حالياً اللي موجودين عندنا 10 أجانب يشتغلون ويانا هني. نعم. والبحرينيين وحق توصيل ما توصيل، وعندنا البحرينيين نفس ما تكلمنا عنهم عبد الوهاب، وعندنا جاسم. نعم. وعندي عبد الجليل بعد وسلمان وأحمد يشتغلون هذولين كيشرية. نعم. يعني في وجه المطعم يشوفون الزباين. من الديرة عندكم؟ كلهم من الديرة ومن المالشي، يعني أهل وجماعة. نعم. يعني نعم. ناس نوثق فيهم وحاطينهم في مطعمنا. وفتحت باب رزق حق مواطنين ثانيين. الحمد لله. يعني والدتي الله يرحمها قبل ما توفى الله يرحمها على طول تقول لي اللهم ارزقني وارزق من رزق. الحمد لله. والحمد لله. احنا حاصلين توفيق من عند الله عز وجل ان شاء الله. ايش رايك ابو حسين الحين نروح نسوي الطبخه الثانيه؟ اليوم ايش بتقدم لنا الطبخه؟ بنسوي لكم فتت تكة. هذه خوش طبخة عندنا من خلينا نقول القسم الحديد. اي، وهذه تقريبا تزاوج بين المطابخ، لان احنا عندنا تكة في البحرين بس ما عندنا فتة. انتم جبتوا الشام على الخليج وعلى كل الدول اللي في المنطقة. اذا ننتقل للطبخ ونشوف اسراركم في فتة التكة. اعزائي لا يفوتكم، كونوا معنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، الحين إحنا جاهزين حتى نراويكم فتة التكة، صح أبو حسين؟ أي نعم، فتة التكة معروفة مثل ما علمتنا مع عبد الوهاب عليها والمقادير مالتها، راح تكون من بحر التكة وبنشويها، وفي عندنا اللي هو بيكون النخج. أي نعم. حمص يعني. أي نعم. ولا ويا شو اسمه، ويا الروب وخوش خبز. أي. والخبز المقلي. أي نعم. أي نعم. إن شاء الله تابعونا إن شاء الله تعجبكم. إن شاء الله إن شاء الله. الحين شو بنبتدي؟ أول شيء بنخلط مكونات التتبيلة. أول ما بنبدأ راح نخلط المكونات، راح ننزل البصل. أي نعم. في الخلاط راح ننزل كل البهارات اللي عندنا، طبعا الليمون الأسود صار. نعم. وعندنا اللي هو الملح. أي نعم. قفشة واحدة تكفي. نعم. عندنا الفلفل الأسود.
اوكي نزله وعندنا الليمون، عصير الليمون، هاي ليمون معصور. طبعا الليمون بيخلي اللحم يصير لين، يصير لين ويعطي حموضه بعد، والحموضه بالضبط. نعم. وكذلك الصبار، الصبار اي نعم، الصبار اللي هو تمر الهند نقعناه في الماء وشلنا الحبوب وشلنا الخيوط اللي فيه، صح؟ هلا مصفينه. وراح نشغل الخلاط عليه لما يدوب كله يصير متجانس. اي نعم. ومن بعد ما جهزت الخلطه راح نشيلها. إيه؟ اي نعم، كل المقادير اللي استخدمتها طبيعيه، ما حطينا اي شيء مصنع، ما حطينا اي شيء مضاف ولا اي شيء، ولا شيء ولا يعني جلوتيد صوديوم ولا شيء. نعم، لان هاي كلها مواد ضاره، اللي هو المونوسوديوم جلوتاميت يشتغل على مراكز التذوق، لكن هو وايد مضر للجسم، هو مو ببهارات. صح. زين. وعندنا راح ننزل طبعا اللحم، هذا كيلو لحم وياه حطينا شحم. نعم. مثل ما تلاحظون عشان يطري اللحم. اي نعم. اوكي، وهذه لحم غنم، وهذا لحم غنم وقطعته قطع صغار مثل طريقه التكه البحرينيه عاده نسويها. إيه. صغار. اي بل. اي نعم. زين، عندنا طبعا في ناس يحبون طبعا يضيفون اليه زيت الزيتون او زيت الذره يطري اكثر، بس طبعا الشحم راح يكفي ان شاء الله. راح نبهره ونخليه لمده على الاقل ساعتين. طبعا هو كل ما صارت مدته اكثر، كل ما تخمر اكثر، كل ما اعطانا طعم الذ وسرعة الان على المشوى. زين، انت بتحطه ساعتين، بتحطه في الثلاجه ولا بتحطه برا؟ لا لا، احنا نخليه تقريبا ساعتين برا في لان الجو، بس الجو مكيف بارد. ايه الجو مكيف. ايه بارد. ايه. وبعدين اذا بنخلي مده طويله خلاص بعدين لازم نحط في الثلاجه نغلفها. ايه نعم. فويل. ايه نعم. وخلاص. ايه، بتحط له البلاستيك اول وتالي الفويل. صح. بس. ايه نعم. زين، الحين عندنا هني الزعفران. عندنا الزعفران بعد ما فركناه. ايه ولا نص؟ اوكي. طبعا ما بغيته ينخلط في الخلاط لانه ما تبي تخسر. الزعفران. بلى. هذه منقع في الماء الحار من قبل، وهني عندك الزعفران، ممكن تستخدم الباقي حق شيء ثاني بعد. فالحين بتخلطه ابو حسين وبنخليه بنغطيه. بلى، نكمل الخلط ام عبد الله. ايه. ومثل ما تعرفين لازم نخلطه مده طويله. ترى. اي نعم. عشان يذوب الشحم. ايه. تتشرب. ايه. فانت كانك قاعد تسوي له مساج مثل ما نقول، كانك الدلكه. ها. اي بلى، احنا ناخذ مده طويله في تدخل داخل فيه. وتدري انت ايش قاعد تسوي ابو حسين؟ الليمون ويا اللومي الاسود، انت قاعد تسوي تكسير ميكانيكي باليد، يعني مثل ما نطري اللحم ممكن يحطون مواد تطري كيميائيه، انت قاعد تسوي تطريه ميكانيكيه باليد طبيعيه، فهذه يخلي اللحم تالي يصير لين، ما يصير مثل ما نقول احنا يجلود وقت اللي نشوي. بلى. اي نعم. طبعا هاي معلومه جديده انا سمعتها من عندك، وان شاء الله. ايه انا نعم. انا اعرف ان ندلك مده طويله بس ما ادري وش الفائده يعني. اي نعم. لا، هو نفس الشيء مثل تعرف لما نسوي ساعات نطرقها بالمطرقه. بلى. نسوي صدور الدجاج نسويها مستويه، او مثلا اللحم نطرقها بالمطرقه، شو نسوي احنا نقصص الالياف اللحم حتى يصير تالي لين وقت الاكل، يعني نقطعها فيصير لين وقت الاكل، هاي نفس الفكره. بس انت الله يسلمك تبي الشحم من حراره اليد يعني يذوب. هذه القصه يذوب ويتغلغل ويا الخلطه يعني. اوكي تمام. زين، طبعا اللي يعانون وما يبون الشحم فهم ممكن يطلبون منكم يسوونه بدون الشحم. بتحط لهم زيت زيتون، بتحط لهم زيت الذره. بلى. كبديل طبعا حق كاختيار صحي. نعم. بس طبعا ريحه الشحم في الشواي ما فوقها فوق، تجيب الناس من على بعد اميال. صح. بلى. اي نعم. وهي اكثر شيء محل التكه وقت اللي يصير يبون يبيعون، يحطون شحم خالي. شحم خالي ويخلون الريحه توصل لبعيد. دخنة توصل لفوق. اي نعم. اي نعم. اي نعم. طيب، فالحين بتغطيه رقائق البلاستيك ونتركه يتخمر. اعزائي فاصل ونرجع نراويكم شلون نشك القطع التكه في اسياخ اللحم، وبيكون عندنا الفحم جاهز حتى نشوي. واصلوا معانا ونشوفكم بعد شوي. أم عبد الله، تقريبا بعد ما طافت 4 ساعات على تخمير اللحم، التتبيله اللي حطيناها، راح نكمل شكاك اللحم في الأسياخ. في الأسياخ. إيه نعم. عشان نشويهم. اي نعم.
طبعا اللحم صار وايد لين الحين عقب ما دلكنا وعقب ما نقعناه من الليمون من اللومي ومن كذلك اللومي الاسود كل هذه الاشياء خلتها يصير بعد ما نشوى مع عبد الله بيصير تشوفه لازم نحط فيه شحمه داخل بعد علشان اي نعم تعطي الليونه تسيح الشحمه وتعطي الليونه بل. اوكي واللي ما يحب ممكن يطلب طلب خاص تحطوا له زيت نخلي له زيت اي نعم طيب الحين احنا جاهزين حتى نشوي الحين عندنا الفحم مثل ما تشوف جمر يعني فوقه الرماد صار ما بنحطه والنار قوية عشان ما يحرق اللحم اللي تعبنا عليه وايد عدل وايد ناس يحطونه والضوء تشوف لهب يطلع يخترد شعلي ايه نعم الطبخ يبي صبر مثل ما سوينا التتبيلة خذت وقت وصبرنا عليها وكذلك الفحم نشعله قبل ولي ما نوصل وطبعا ما نشعل داخل الغرفة نشعل برا لأن ما نبي غاز أول أكسيد الكربون خطر وثاني أكسيد الكربون بعد خطر فنسويه برا ولما يكون جاهز بهالشكل نكون إحنا جاهزين حتى نشوي أوكي فبنبدي نحط الأصياخ طبعا إذا في مدخنة قوية إيه نعم. نقدر نخليها في إيه نعم ويكون عندك أنتوا عندكم طبعا شواية خاصة ويا الشفاطة عشان تشيل كل الدخان اللي بيطلع إحنا ما نستخدم قزوز فانات كله موتورات عبد الله عشان إيه نعم رواح ما هو حين الريحة الحلوة دي هي اللي تيب الناس صح؟ وخصوصا إذا الشحم ساح من الحرارة بيب ويطيح على الجمر وتطلع الريحة القوية اي نعم نواصل ونواصل وبنقلب الأسياخ بين وقت ووقت حتى يستوي على كل الجوانب صح؟ بل اي نعم وممكن نهف عليه بالمهفة على أساس أن الجمر ما يموت ريحته روعة ما شاء الله أعزائي المشاهدين الحين إحنا بنطلع فاصل بنرجع تكون التكة جهزة وبنقدم لكم الفتة فتة التكة على طريقة محسين كونوا معانا أعزائي المشاهدين إحنا الحين جاهزين حتى نطبق الفتة فتة التكة محسين عندك التكة شويناها إيش بتسوي؟ الحين راح نجهز ان شاء الله الحمص بطريقة وليد الكعبة اللي ما تتفوت احلى من اللي يسوونها الكل أوكي. ان شاء الله احلى حمص تجربونه في البيت وان شاء الله يعجبكم خفيف ناخذ نخج من حجم الصغير الحجم الكبير طبعا كل ما خذينا نخج لين بيطلع الحمص يطلع الحمص سموثي واجد تمام اي نعم طبعا انا مو كل النخج راح انزله راح انزل كميه كبيره منه وجزء منه راح يكون حق التزيين حق بقايا اي نعم اوكي والحين ايش بنضيف الحين راح انزل زيت زيتون اي نعم طبعا زيت زيتون راح انزل كميه معقوله اوكي راح انزل الحليب طبعا ام عبد الله تقول مستغربه انا شلون نسوي بالحليب احنا حليب في الحمص بس بيسوي لونه ابيض يصير ابيض ويصير تمام طعم عجيب وهذا الليمون راح اخليه جزء منه كبير اوكي وبعدين عندنا الطحينه طبعا وراح ننزل الطحينه ممكن اخذ منك هذه الملعقه اي حق الطحينه طبعا السمسم وايد مفيد حق الجسم لانه هو وايد زين في مواد مفيده حق الركب حق المفاصل وكذلك هو يعني عموما نباتي هو فيه زيت فيه كميه من الدهون ولكنها نباتيه ما في كوليسترول وكل شيء تضيف عليه الطحينه يصير لذيذ اوكي فالحين حطينا الطحينه بتحط شيء ثاني بعد خلاص الحين راح نشغل الخلاط الحين صار الحمص جاهز زين صار الحمص جاهز الحين اكيد بتحط الثوم في داخل الروب بلا راح نحط الثوم انا لاحظت ما حطيت انت ثوم في الحمص ما تحطونه ولا اختياري ما نحب نحط زبايننا متعودين عليه بهالطريقه يعني اي نعم حتى هني الثوم بنحط حسب الرغبه انا بحط بس شيء بسيط اوكي وبنخلطه داخل الروب طبعا انت عندك الخبز هني محمص الخبز حمصناه والخبز الخبز العربي الخبز اللبناني اللبناني اي بالضبط نعم. قطعناه وحمصناه في شوي زيت ومع شوي ثوم عشان يعطي نكهه يعني واللي يبي يقلل سعرات حراريه ممكن يحمصه في الفرن حتى بدون بالضبط زيت بالضبط نعم. بالفرن او بالاير فراير الفراير نعم. الحين الاير فراير بعد وايد مفيد صح ممكن تحط شويه ذره ملح لو بغينا في ذي صح بل. حسب الرغبه اوكي فالحين بنبدي نحط اول شيء روب فوق الخبز صح طبقة واحدة
قليل من الروب فوق الخبز ولا بتحط الحمص اول؟ ايش تسوي؟ لا احنا بنخلي الحين الروب عشان يتشرب الخبز. اي نعم. وطبعا احنا قسمنا مثل ما تشوف الخبز قسمناه نص عشان بنحطه فوق، مو كله بنحطه في مره واحده، بنزين فيه. هل هذه الوصفه اختراعكم؟ اي هاي الوصفه اختراع ام عبد الوهاب، ضافتها لنا في المطعم وعليها اقبال ما شاء الله. اي تحيه حق ام عبد الوهاب على هالوصفه. تسلمي. تدري ريحه الثوم في داخل الروب عجيبه. زين بنخلي الباقي نخليه حق الوي. الحين بنبدي شو نسوي؟ الحين بنحط الحمص. اوكي. بعضهم يحبون يخلون بس نخج يعني بدون نعم. حمص بس على الوي. اي نعم. طبعا هو بعد اصلا في ناس تحط باذنجان، في ناس حسب الفته اشكال يعني. فالحين بس بتنزلها كذي تنزيل، ممكن بس نفتر كذي عشان تكون على كل السطح. كل المقدار كله؟ اي كامل كامل. فالحين نزلناه، اتصور كفايه. اوكي. الحين تبي نحط الخبز لو نحط اللحم؟ لا راح نحط اللحم ونحط المكسرات واللحم. اوكي. فهذه بحطها هني، هذه عندنا اللحم. وطبعا المكسرات هي عباره عن الصنوبر او اللوز، وانتم حمصتوه ويا حمصناه مع فلفل، مع فلفل احمر. اي حق يعطي مزيد من النكهه بعد. فلما كل قفشه تاكلها تطعم شيء ثاني، مره يجيك طعم الروب، مره يجيك طعم الحمص، مره الخبز المقرمش، عقب المكسرات المقرمشه وشويه هالحراره تيك واللومي اللي في التكه. أنا سأل لعابي إيش رأيك؟ الحين هذه بنحط اللحم، هاي مقدارهم عادة كذي تحطون الكمية. أوكي؟ كلها مكونات لذيذة، أكيد الطبق لذيذ. طبعاً اللحم صار وايد لين الحين عقب ما خمرناه مدة طويلة، صرنا خالصين هني. الحين ممكن نضيف الخبز، باقي الخبز صح؟ باقي الخبز نحطه. أي نعم. خلنا نحط شوي من المكسرات. تبي الحين شوي هني؟ طيب انا انت قولي لان هاي طريقتكم الخاصه، فكل واحد احنا نتعلم. يا لا الله يسلمك، بالعكس كل واحد له طريقه. فهذه عندك كذي، بنخلي شوي حق الويه بعد عدل، والحراره بعد بتسوي لنا شغل. اوكي. فهاي خلي هني، الحين بضيف الخبز اللي بقى بنوزعه على الوي. روبه بعد مره حق الوي. اي روبا مرة ثانية وشوية مكسرات خلاص. ولأن ننسى السماق والبقدونس والليمون، كلها مكونات لذيذة. بحط الروب بقطرة، ما بنحطها في مكان واحد عشان كل الألوان تطلع. طبعا هاي اختيار شخصي، كل واحد يسوي طريقة اللي يحبها. الروب وايد مفيد حق الجسم، هو فيه الكالسيوم ويمدنا بعناصر مهمة. الكالسيوم طبعا حق العظام. اوكي. الحين بنحط بعد مزيد من المكسرات في الوي. هاي يعني احنا صار جبل من الفتة، ها طبقة فوق طبقة. وممكن حق اللي يعني يراعون ممكن يستخدمون الروب قليل الدسم، بعد هاي شيء راجع لهم. واعتقد انتم يعني تشوفون زباينكم شو يحبون تسوون لهم اللي هم يبونه صح؟ لا. زين الحين بنرش الكمون. الكمون خلي في الاخير، خلينا نحط الحمص اول، عندنا الحمص اللي بقى صح؟ قلنا بنزين بقليل من الحمص. بس انت قول لي ابو حسين كذي عدل؟ لو تبي ازيد لو اقل؟ يعني الحمص بشكل عام اوريدي تحت فيه حمص موجود. ايه هو اختياري بس منظر يعني. منظر. اي نعم. اوكي. هاي بنحطها هناك. الحين عندنا بقى السماق والبقدونس، فأنا ببدي أحط السماق كذي. كلها ألوان حلوة، هاي بيعطينا حموضة. طبعاً السماق نبات جبلي ويمتاز بالحموضة ودائماً نقدمه مع المشويات. وحين بنضيف البقدونس بعد على الوي. ودام إحنا حطينا الحمص بنحط الكمون، لأن الكمون يساعدنا حق الغازات صح؟ فعندنا بعد كمون اللي هو السنوت، قليل من السنوت على الوي. وآخر شيء بنزين قطع الليمون
كذي تكون فتتنا جاهزه. تحب تحط الليمون؟ والله انا افضل الدينم. حطينا معاش طيب، فهذه ممكن نسويها مثل الوردات كذي، نحط هنا واحده، ممكن نقصهم بالسكين او نقصهم باليد، نجهزهم، نتاكد ان نشيل الحب منهم اكيد. نحط واحده ثانيه هنا، ونكون كذي جاهزين، طبقنا جاهز. نحط شويه بقدونس على الليمون بعد، يكسر اللون، يعطينا منظر حلو. وكذي طبقنا جاهز. بشكل عام بروحه يعني مفيد اكيد، لانه هو فيه الحديد وفيه الالياف. وتدري ابو حسين ان البقدونس دائما ناكله مع اللحم، لانه شو يسوي؟ الدهون اللي في اللحم، البقدونس لما تاكله يمتص كل الدهون اللي في اللحم لما الاكل يكون في المعده وفي الامعاء، وياخذ الدهون الزايده وياخذها معاه، مثل ما تقول يعني يصير تجمع كل الدهون مع الالياف اللي فيه. ودائما غير المعادن اللي راح يستفيد منها الجسم اللي فيه، وفي الحديد يسمون المعدنوز، يسمونه نعم. في العراق يسمون المعدنوز. نعم، وفي الحديد وفي الالياف وفي البيتا كاروتين اللي هو مضادات الاكسده اللي تخلينا شباب دائما. اوكي، وبعدين الليمون يخلينا دائما نهضم البروتين اللي هي من النبات اللي هو في الحمص. فلما نحط البقدونس ويا الليمون والحمص احسن استفاده البروتين النباتي. ولما نحطهم مع بعض، احنا عندنا بروتين نباتي وعندنا بروتين حيواني. فوصفه فعلا فيها كل متكامله، فيها كل شيء، وشكلها شهي. واحنا كذي جاهزين. تسلم يدي ام عبد الوهاب على هالابتكار الحلو، وتسلم يا ابو حسين ما قصرته. وانت بعد تسلمين ليش انتين سويتين الطبخه كلها، احنا بس ضربنا هاي. الله يسلمك ويخليك. ان شاء الله دائما متعاونين ونسوي اشياء حلوه، وهاي الابداع البحريني لما يكون مع بعض تطلع النتيجه دائما سر الجميع ان شاء الله دوم، والبحرين دوم بخير بتعاون اهلها كلهم مع بعض. ابو حسين ايش رايك الحين نودع الجمهور؟ اعزائي المشاهدين مشكورين، ونشوفكم ان شاء الله مع ابداعات بحرينيه ثانيه، ومع السلامه. نشوفكم على خير. الله حفظ الله وامان، مع السلامه.